تقول هل الصدقة في ليالي العشر أفضلية عن الصدقة في نهار العشر؟ يقول تريد أن تتصدق وتريد الفضل، فتقول هل ليالي العشر أفضل من أيام العشر فأتصدق في الليل، أو أنها متساوية فأتصدق في أي وقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، كان إذا دخل العشر جد، كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل. وذلك في جميع أوقاتها، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يجد في القيام وتلاوة القرآن في ليالي العشر أكثر من غيرها. وأما ما يتعلق بالصدقة فذكر فضل أنه تفضيل عمل معين في وقت معين يحتاج إلى دليل، وليس الأمور يعني بالاقتراح أو بالاجتهاد الذي لا يستند إلى دليل. لا شك إن جميع الأعمال الصالحة في هذه الأيام هي من التي يندب إليها ويحث عليها، وقد وردت جملة من الأعمال خاصة في هذه الأيام في هذه الليالي، من قيام الليل، من تلاوة القرآن، من الدعاء، ومن الإحسان. لكن الإحسان وتلاوة القرآن في كل رمضان، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ابن عباس كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه يدرسه القرآن، وكان يلقاه جبريل كل ليلة. قالت فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل. معنى هذا أنه في 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 ليله صلى الله عليه وسلم كان ذا جود زائد على غيره من الأوقات بعد مدارسة جبريل وقراءة القرآن. فالصدقة قد يستدل بهذا على أن الصدقة في ليالي رمضان مما والإحسان، لأن الجود معنى عام ومنه الجود بالمال، يندب التصدق في ليالي رمضان، قد يقال هذا استنادا إلى هذا الحديث، لكن لا يخص هذا بالعشر الأواخر. وأما ما يقترح من بعض الناس بذكر أعمال محددة في ليالي هذا العشر وذكر مضاعفاتها إذا وافقت ليلة القدر، فهذا في كل العمل ليس فقط في الصدقة. يعني بعض الناس يقول قل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فتصدق في ليالي رمضان في ليالي العشر بكذا، وهلم جر من الأعمال الصالحة. هو العمل الصالح مندوب إليه بكل أوجهه في هذه الأيام المباركة، والجود فيها مطلوب بكل أوجهه، والتركيز على الأعمال التي ثبتت بها السنة أولى ما يكون، وبعد ذلك تستوي الأعمال في الندب إليها، ولا يخص عمل إلا بدليل. السؤال الآخر، يعني بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، كل هذه أعمال صالحة، الإحسان إلى الأهل من الأولاد والزوجات، كل هذه من الأعمال الصالحة التي يؤجر على الإنسان وتتضاعف أجورها في الزمان المبارك. فلا يخص شيء من العمل ويقال هذا العمل هو الذي سيضعف، لأن هذا يوحي أنه لا يضعف إلا هذا، ولا يضعف غيره.